أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب القرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والهرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين الحي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأهدى به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحتي يوم هذا وما إشت من أيام أهدا وأقدا وبيعدا له في أنكي لا أهول عنها
ولا أزول أبدا. اللهم جني من أنفاره وعانه والزابين عنه والمصارعين إليه في قضاء أحواجه والممتثلين لأوامره والمهامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن هلا بيني وبين الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا قفني شاهرا سيفي مجددا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني طلعة رشيدا والغرة حميدا واكن ناظري بنظرة مني إليك وأجل فرجا وسهل مخرجا وأوصي منهجا واسلك به محجده وأنفذ أمره واشدود أذره وأمر اللهم به بلادك وأهي به بعدك فإنك كنت وقول الحق زهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأزهر. اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يزفر بشيء من الباطل لا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك ولا ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أُتِلا من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن أحسنته من بأس معتدين. اللهم سر نبيك محمد صلى الله عليه وآله بروته ومن تبعه على دعوته ورحم من استكانتنا بعضا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره إنهم يرون بعيدا ونراه قريبا
برحمتك يا أرحم الراحمين. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد.